أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. الدولار النيوزيلندي هو العملة الأقوى في الوقت الحالي، في حين أن الدولار الأمريكي هو الأضعف. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي أكثر تصاعدياً الآن بعد أن تجاوز قمة مستوى المقاومة السابق عند 1.1425. يبدو زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني تنازلياً بعد أن استقر دون مستوى 109.50. يقوم زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بالتدعيم فوق مستوى 1.3150، ولا يزال يبدو تصاعديا. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.